نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. وجه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه. أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على عمق العلاقات التي تربط بلادنا بالولايات المتحدة الأمريكية، يقول الجيش الأمريكي إن أوامر تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والاستجابة لصوت الضمير الوطني النازف والمنهك بفعل الخلافات والتباينات، تحية لاتفاق الرياض بدوره الشعب اليمني يثمن كل الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة لنجاحه وخروجه إلى النور. قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن.